بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع عن السامسونج، تابع لقائمة تشغيل أجهزة سامسونج. ممكن يكون نسينا أو أنا نسيت إنه الموضوع متسلسل، يعني على اعتقادي إني بعطي فيديو أو بقدم فيديو لناس يعني متقدمين وعندهم فكرة بالسوفت وير. الآن الموضوع اللي تم نسيانه اللي هو تعريفات أجهزة السامسونج. تعريفات السامسونج الآن كمبتدئ حكينا في ركائز أو أساسيات الكمبيوتر يجب الاعتماد عليها كفني صيانة مبتدئ وبدك تصير أو تشتغل على سوفت وير أجهزة سامسونج. الآن الموضوع اللي تم نسيانه اللي هو موضوع تعريف السامسونج، الآن راح يكون هذا الفيديو رقم 3. الفيديو اللي عملناه امبارح أو الفيديو السابق هو رقم 4. راح اكتب انا على الفيديو هذا رقم 3 وعلى الفيديو ذاك رقم 4. الان بالبداية عشان ارتاح من موضوع تعريف اجهزة سامسونج، راح افوت على جوجل وابحث عن برنامج اسمه سمارت سويتش. سمارت سويتش تابع لسامسونج ليفنت، تابع لسامسونج. طبعا هنا اللغة العربية، يا تكون انجليزي اصلا مش عربي. برنامج سمارت سويتش سامسونج سمارت سويتش او سامسونج سمارت سويتش، راح نقوم بالتحميل من الكمبيوتر او من النت. get it on windows، يعني احصل للويندوز نسخة الماك وجوجل بلاي له تطبيق على الأجهزة. راح نختار نسخة الويندوز. لاحظ تم الضغط على ويندوز، راح يبدأ معي التحميل. بدء التحميل، حيتم التحميل بعدين فتح عشان نعمل له تنصيب. ضروري جدا جدا هذا البرنامج، انا يعني نسيت اتطرق له بالفيديوهات السابقة. يعني برنامج سمارت سويتش راح يغنيك عن كل تعريف السامسونج. راح نتعرف على اهم خصائصه الان، بس يفتح معنا ويشتغل. راح ناخذ عنه فكرة عامة عن البرنامج وشو آلية عمله. طبعا في خاصية مهمة جدا جدا، خليك معي بالفيديو عشان تتعرف عليها. انتظار اكمال التنصيب. طبعا ما اعتقد انه يعني شخص بيعمل سوفت وير او بده يعمل سوفت وير وبيعاني مشكلة التنصيب. التنصيب واضح، هو عبارة عن التالي التالي بالعربي او نكست نكست بالانجليزي حتى يكمل التنصيب ويكون الجهاز او البرنامج جهز للعمل. دائما اتمنى لكم النجاح والتوفيق والرزق الحلال في الدنيا. الفيديوهات السابقة أتمنى تكون مفيدة للسامسونج، حيث قراءة الحمايات والبيس باند وتحميل الفلاش على برنامج الأوديون. طبعا برنامج السمارت سويتش يتحدث باستمرار من شركة سامسونج، يعني باستمرار تلاقي فيه تحديث باستمرار. يعني ممكن تفتح البرنامج بعد اسبوع بعد 10 ايام مثلا تلاقي فيه ابديت، فدائما اعطيه اخر ابديت. هو اصلا برنامج اسمه يعني ادارة، هو ادارة لأجهزة سامسونج من حيث باك اب، من حيث ريستور لبيانات الأجهزة السامسونج بشكل عام، من وضع الاي دي بي او من اي وضع ثاني. تعرفنا على الاوضاع، إن شاء الله تعالى كانت مفيدة.
نكمل البرنامج تنصيب، راح نعمل له كرييت شورت كت ديسكتوب، خليه على الديسكتوب عندك ورن فينش. الآن يفتح معي البرنامج، ناخذ عنه فكرة بسيطة، وفي أشياء مهم راح الآن يعني أخبرك عنه، فهاي المعلومة خليها دائما عندك. انتظار يفتح البرنامج. أقلع البرنامج، أعطيك أبديت، هاي الأبديت نيو فيرجن، هاي نعطيه أبديت، راح يعمل أبديت بشكل سريع إن شاء الله ما بتأخر. دائما أعطيه أبديت عشان يكون معك آخر إصدارات من التعريفات ومن خصائص الباك أب والريستور لأجهزة سامسونج. طبعا البرنامج سمارت سويتش يستطيع التعامل وعمل باك أب من سامسونج بصيغة الآيفون. أنا ما جربتها لكن موجودة، ممكن تستعمل ريستور من باك أب آيفون. ما جربتها طبعا لحقيقة الآن، لكن إن جربناها راح أعمل فيديو وخليه موجود معكم في القناة هون عشان يكون مرجع إن شاء الله تعالى للكل للجميع. دائما أرجو مشاركة الفيديوهات، مشاركة القناة، اللي حاب أي حد، أي حد عنده شخص يعني حاب إنه يتعلم سوفتوير أنا جاهز، القناة موجودة مفتوحة إن شاء الله تعالى، راح أعمل فيها كل الشروحات اللي أمتلك فيها الخبرة. لن أقوم بشرح ملف أو شيء لا أملك فيه خبرة حتى لا نقع في المشاكل، وبالتالي الذي سأقوم بشرحه على القناة هو فقط ما أملك به الخبرة. يعني لن تستطيع أن تقوم بشرح شيء لا تملك فيه الخبرة، ربما ستخطئ. رحين ناخذ كمان فيديوهات قادمه، ايفون رحين ناخذ سوني، رحين ناخذ الكتل انفينكس تكنو ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى جميع الاجهزه، لكن تدريجيا. والموضوع والله انه صعب وباخذ جهد وباخذ وقت، فاتمنى منكم الدعاء لي ولوالدي، ان شاء الله تعالى يكون لنا اجر لمن يرغب بالاستفاده. الآن البرنامج أقلع زي ما انتم شايفين، طبعا البرنامج أصبح أنيق مش هذا المهم. الآن البرنامج أمامكم، تشبك أي جهاز بالكمبيوتر راح سامسونج راح يفتح معك ويتعرف عليه البرنامج بشكل طبيعي وبشكل كامل. الشيء المهم الثلاث نقاط اللي أمامك قد لا يعرفهم الكثير، راح نضغط عليهم راح يطلع معي عدة أشياء أو عدة خيارات. بالبداية Emergency Software Recovery، بتقدر تعمل إعادة تفليش أو ريكفري للجهاز اللي فيه مشكلة واللي أنت كنت عامله أصلا باك أب. هاي الأمور حاولوا تعرف عليها، حاولوا تعرف عليها. الموضوع المهم جدا اللي حكيت لكم عنه Reinstall Device Driver، Reinstall Device Driver. في أي مرحلة من مراحل السوفتوير أو الكمبيوتر أو التعامل مع أجهزة سامسونج واكتشفت أنه في أخطاء بالتعريف أو بالدرايفرات، فقط اعمل Reinstall Driver أو Device Driver، إعادة تنصيب درايفرات السامسونج بأحدث نسخة إصدار من الشركة، لا تعتمد على أي برنامج آخر. بالتعريف سمارت سويتش بتعريفاته قادر يعرف لك أجهزة سامسونج بدون أي مشاكل وبدون أي شيء. طبعا لما بتقول برنامج من الشركة أو بآخر التحديثات، إذا هو يشمل الجهاز القديم والجهاز اللي راح يتصنع بعد شهرين، فهذا الأمر مهم جدا حبيت أنوهك له طبعا. والعملية مهمة جدا زي ما حكينا، أي لحظة أي يعني
في اي مرحله ببين معك مشاكل في خلال تعريفات اجهزه سامسونج ووضع الام تي بي اي وضع اخر، فقط اعمل ري انستول ديفايس درايفر، اعاده تعريف او تحميل التعريفات. باقي الخيارات طبعا بيرفورمانس، الظهور، سمارت سويتش هيلب، المساعده، برايفسي نوتس يعني الاتفاقيه، سمارت سويتش انفورميشن تشيك فور ابديت. هون عندك نوتس ملاحظات، اذا عندك ملاحظات تكتبها. There are no new notes. اذا اهم خيار اللي هو التعريفات، لا تعتمد على تعريف غير تعريف برنامج سمارت سويتش. هذه نصيحة أقدمها لك إن شاء الله تعالى سبيل منها. هذا راح يكون الفيديو ما قبل التفليش، ما قبل الدخول بالأودن والتفليش. إن شاء الله تعالى الفيديو مفيد، تستفيدوا منه بإذن الله تعالى. الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.